الامور الخاصه بالشكل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتقول لي حتى صانع الالعاب بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو قفشه ما كانش بيطلع بالشكل المطلوب في الجزء الامامي ودعم الفراوده قدام. ما انا قلت لك انه انت بتهاجم وبتروح لجول بتوصل، لكن في عشوائيه، في زحمه في الحته دي يا فاروق، لكن ما بتطلعش من على الاطراف. انا شفنا علي معلول النهارده بيعمل اوفرات كتير جدا، والفرده الثانيه ميته اللي هو محمد هاني. يعني مش عاوز اقول ان هو ابيض في كوره، لا لا معلش مع احترامي، لا بس انا بتكلم كويس يعني، لا هو بيمر بيها ممكن يعني انت بتتكلم على النادي الاهلي، لكن هاني كان كويس وقدم مباراه كويسه جدا. كابتن خالد عمر قال لك حاجه، كابتن خالد في كاس العالم للانديه محمد هاني عمل مباريات رائعه. انا مش بتكلم، انا بتكلم انت النهارده انت فارق بينك وبين، انت بتضيع بنات منك يعني. مش عايزين نقول ان هو مش في حالته. هل النهارده محمد موسيماني خد الحظ وهرب او مشي؟ الراجل كان بيكسب، وكان بيكسب بقى اللعيبه اللي موجوده. فانت النهارده بتتكلم عندك مفيش في لعيبه، انا بقولها لك للمره العشرين، التيشيرت النادي الاهلي تقيل عليهم بعض اللاعبين في النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي ما بقاش يخوف حتى اللعيبه اللي موجوده. انا بتكلم على اللعيبه، ان في لعيبه ما بقتش تخوف، ما عندهاش تقل في الملعب. تقل في الملعب يعني عنده شخصيه، يقدر يوجه زمايله، يقدر النهارده فرقه الجونه بتلعب، لو ما كسبتش ما تخسرش. بعض اللعيبه في الفرق الاخرى بتبقى جريئه اكتر، بتبقى عندها جرأه وبتطمع وبتهاجم النادي الاهلي. النهارده خلي بالك الجونه برده ما هو محتاج المباراه طبعا. يعني انت النهارده لما بتقول ان الجونه النهارده بيعاني، ممكن ينزل او ممكن يعاني من الهبوط، فبالتالي الراجل عاوز يكسب. النهارده بيلعبوا زون ديفنس او بيلعبوا على مساحات، بيفتحوا مساحات في النادي الاهلي. لكن انت النهارده لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش حلول، النهارده بتلعب اللعب التقليدي. النهارده في حاجات كتير جدا ممكن تشوفها ان الراجل مش مقتنع بمحمد شريف فيرود، وده اللي احنا شفناه في المباراه. حتى لما نزل طلع صلاح محسن وراح منزل حسام حسن وخرج محمد شريف. فانت النهارده في زحمه، في دوشه، لكن انت في سوء توفيق. اللعيبه لازم تقعد مع ده، حتى بتلعب يبقى في روح للنادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي مفيش روح النهارده خالص، لا مفيش روح النهارده. اللعيبه بتلعب عادي. هل بقى نقعد نتكلم على الارهاق والنادي الاهلي ما فيش مبررات؟ ما تقعدش تقول لي بقى انا اقول لك مبررات وارهاق، لا على الاقل حتى لو في ارهاق او في اسباب غير مفهومه من وجهه نظرك. لا ما في حاجه غير طبيعيه. هل بقى اللعيبه اللي ما كانش في عدم ثقه، في عدم روح للعيبه، في لعيبه متضايقه، في لعيبه حاسه انها هتمشي بنهايه الموسم، مش ما بتلعبش بشكل جيد؟ لكن هو ده يمكن ده اللي موجود او الحاله اللي موجود عليها. لكن انت الراجل، انا شايف ان الراجل لا هيتعب كتير مع النادي الاهلي الفتره الجايه انه يشتغل ويشتغل طيب بشكل كويس. كابتن كمونه